البرهان يؤكد من موسكو العمل مع روسيا لتطوير قدرات الجيش. الحكومة والجبهة الثورية تتفقان على تكوين لجان مشتركة لمتابعة إجراءات بناء الثقة قبل جولة التفاوض. قوات الدعم السريع تسير قوافل صحية لأربع ولايات لمكافحة الكوليرا وحمى الضنك والتشيكونكونيا. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والتي تضم إلى جانبها موجزا اقتصاديا وآخر رياضيا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تطلع السودان للتعاون مع روسيا وتنفيذ كل الاتفاقات العسكرية الدفاعية الموقعة بين البلدين، موضحا أنهم في انتظار اعتمادها من الرئيس فلاديمير بوتين والعمل بهذه الاتفاقات بما يؤدي لإصلاح المؤسسة العسكرية السودانية وتطوير مقدرات القوات المسلحة. وقال البرهان في تصريحات صحفية عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش انعقاد منتدى قمة سوتشي الروسية الإفريقية إن السودان وروسيا لديهما اهتمامات مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمار والتعاون والتنسيق في المحافل الدولية، مبينا أن العلاقات السودانية الروسية عمرها أكثر من 60 عاما، وأن روسيا ظلت على الدوام داعمة للسودان والشعب السوداني، موضحا أن روسيا دائما ما تقف مع الحق خاصة فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات الدولية. فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية للنزاهة والموضوعية تجاه المشكلة السودانية على أساس احترام السيادة واستقلال وسلامة أراضي البلاد، مجددا دعم بلاده للسودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تضافر الجهود الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، معربا عن الرضا تجاه التنسيق المصري الجنوب السوداني في هذا الشأن. وأشاد السيسي بدور سلفا كير من خلال رعايته للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. والتقى السيسي في مدينة سوتشي الروسية الأربعاء رئيس جنوب السودان سلفا كير ميردت على هامش القمة الإفريقية الروسية، وتطرق اللقاء إلى مجمل مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأعلن الرئيس المصري استمرار مساندة بلاده لحكومة وشعب جنوب السودان ودعمها للجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية في جوبا، لا سيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام، إضافة لبذل بلاده مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية. من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات. قال وزير المالية إبراهيم البدوي أنه يعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتم رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأوضح البدوي خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة الانتقالية على الوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية. وقال وزير المالية عقب اللقاء أنه متحمس تماما بعد المناقشات التي أجراها مع المسؤولين والنواب الأمريكيين بشأن رفع السودان من القائمة. أكد مجلس الوزراء ضرورة إعداد خطط واضحة لتنمية مناطق الحرب كي تناقش في مسارات التفاوض مع الحركات المسلحة. وطلب المجلس من الوزراء إعداد أوراق عمل وخطط تساعد في إنجاح جولات التفاوض القادمة. واستمع مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لعرض لنتائج مفاوضات السلام. قدمه عضو وفد التفاوض عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء.
وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات للصحفيين إن أهم نتائج جولة التفاوض في جوبا التوقيع على اتفاق مشترك مع الحركة الشعبية شمال لوقف العدائيات، مشيرا إلى أن هذا النجاح جاء بفضل توفر الإرادة السياسية القوية من كل الأطراف التي شاركت في جولة التفاوض ووجود رغبة أكيدة في الوصول إلى سلام دائم وشامل وسريع. وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع كذلك إلى شرح من الوزراء المعنيين بالمحاور الأربع لعملية السلام والمتمثلة في الترتيبات الأمنية، المحور السياسي، التشريعات والقوانين، والتنمية الاقتصادية. في غضون ذلك قال وزير الإعلام إن مجلس الوزراء وجه بضرورة إشراك المرأة في مفاوضات السلام وفي لجنة التحقيق المستقلة بشأن أحداث فض الاعتصام، لافتا إلى أنه ستتم معالجة موضوع إشراك المرأة في المفاوضات وفي لجنة التحقيق وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا. أعلن المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة للمفاوضات محمد الحسن التعيشي أن منبر جوبا لمحادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في حاجة إلى تجديد التفويض من مجلسي الأمن والسلم الإفريقي والأمن الدولي. ووصف التعيشي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم جولة جوبا الأخيرة بالناجحة، ونوه إلى وجود وفد من مجلس الأمن الدولي أسهم في حصد منبر جوبا اعترافا واسعا هذا، وقد وصل العاصمة الخرطوم وفد الحكومة لمباحثات السلام التي استضافتها عاصمة دولة جنوب السودان جوبا. ورفعت الوساطة جولة المباحثات التي ابتدرت في 14 أكتوبر الجاري إلى تاريخ 21 نوفمبر المقبل، وانتهت الجولة بإبرامي وتوقيع عدة اتفاقات مع فصائل الجبهة الثورية والحركة الشعبية الشمال بقيادة الحلو. وأوضح التعيشي أن الوفد الحكومي المفاوض سيجري مشاورات داخلية واسعة مع كل الشركاء الوطنيين بشأن السلام قبل الجولة القادمة. اتفقت الحكومة والجبهة الثورية على تكوين 3 لجان مشتركة لمتابعة إجراءات بناء الثقة الممهدة لعقد جولة تفاوض ينتظر أن تكون حاسمة بحلول 21 نوفمبر المقبل. قال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد إن 9 أعضاء من الطرفين سيشكلون لجنة تختص بمتابعة قضايا الأسرى والمحكومين والمفقودين تتخذ من الخرطوم مقرا لها، وتعمل على إجراءات المتابعة اللازمة بعد تسلمها قوائم قوى الكفاح المسلح بشأن منسوبيها من الأسرى والمحكومين والمفقودين. وأشار سعيد إلى أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن 22 من منسوبي حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بجانب 19 من كوادر الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار. وأوضح المتحدث أن الاتفاق اكتمل كذلك بشأن تكوين لجنة لفتح المسارات الإنسانية والمتابعة الفورية لقرارات مجلس السيادة الخاصة بإيصال المساعدات لمناطق النزاع في دارفور والمنطقتين بعد أن جرى الاتفاق على إدخالها من الداخل والخارج دون أي عقبات كما كان في عهد النظام السابق. اقترحت الأطراف السودانية المتفاوضة بجوبا تسمية الاتحاد الإفريقي لوسيط يمثله في التفاوض، كاشفة عن تداول 3 أسماء ليتم اختيار أحدها وسيطا للتفاوض المقرر انعقادها الشهر المقبل. وقال القيادي بالجبهة الثورية محمد إبراهيم في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الأطراف اتفقت على خارطة طريق تحدد المسارات التفاوضية للجلسات القادمة التي تشمل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق بجانب مسار للشمال. أشاد الناشط السياسي مبارك أردول المتحدث السابق باسم الحركة الشعبية الشمال بموافقة الحكومة الانتقالية على زيارة المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي الشعبية بقيادة الحلو. ووصف أردول في تصريح صحفي الخطوة بالاختراق التاريخي الذي يحسب لصالح عملية السلام ووقف الحرب في السودان،
مشيرا إلى الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لهذه الخطوة، وخاصة تمتين أواصر الثقة بين طرفي التفاوض ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين ظلوا بحسب تعبيره محاصرين وممنوعة عنهم وكالات الغوث والوكالات الإنسانية لما يقارب العقد من الزمان. وطلب أردول بضرورة البناء على هذه الخطوة التي تمثل تقدما ملموسا على أرض الواقع، مبينا أن زيارة المسؤول الأممي الرفيع إلى كاودا تمثل مدخلا لعملية إنسانية كبيرة في مقبل الأيام. وصف رجالات الإدارة الأهلية بجنوب كردفان ومواطنون بمدينة كادوغلي جولة التفاوض في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة بالجولة المهمة والناجحة. وقالوا في استطلاعات أجرتها معهم كاميرا طيبة إن المتفاوضين امتلكوا روح الشجاعة والرغبة الأكيدة في التوصل للسلام وإيقاف الحرب بصورة نهائية. لأول مرة نحن نشعر في جدية صح من الطرفين للحلول، ونتمنى انه جديتهم دي تستمر فوقها حتى المرحله الجايه دي يجينا السلام باسرع فرصه ممكنه، والمنطقه هي محتاجه للسلام الحقيقي. افتكر انه الجوله دي فوقها شجاعه جد من الطرفين، فوقها جديه، لذلك نحن املنا ومتوقعين انه السلام دي يجينا بحق حقيقي لهذه الولايه. نحن في جنوب كردفان اولى الناس بهذا، او اكثر الناس فرحا باعتبارنا احنا منطقه عمليات درجه اولى، ونأمل في أن الناس يلجوا في القضايا الرئيسية بعيد عن القضايا الانصرافية المتعلقة بالعلمانية وغيرها، لأن كل الناس الذين كل أولادنا وقد تمردوا ما تمردوا عشان العلمانية، وإنما تمردوا لقضايا تنموية وذال بهم أكثر. والله سلام ده نسمه، لكن زي ما قريب لنا احنا دايرين إن شاء الله يقولوا بكرة بعد بكرة، يعني احنا سلام ده حما حاجة لنا، التلمية دي من السلام، السلام ده فادتنا نحن، السلام ده يعني انغص أولادنا وشبابنا وامهاتنا وجدودنا، الناس كل بيتمنوا سلام لان السلام ده تلميه. في هذه الجوله نحن نعتبرها دي جوله مميزه جدا جدا، وجوله يعني ادت دفع للروح المعنويه بالنسبه لمواطن جنوب كردفان. نحن من جانبنا كتحالف قوه وطنيه وديمقراطيه نقف جنبا الى جنب مع هذه الجهود، ونسمي هذا الدور الكبير الذي قام به المجموعات المسلحة وحكومة السودان. نحن في أشد حوجة للسلام، لأنه الجولة اللي فاتت دي نحن كنا توقعنا بأنه الناس قاعدت بكرة نحن نعتفل في الشارع، لكن هي ما جاتنا، لكن إن شاء الله نتوقع بأنه الجولة الموجودة دي لابد أما يكون في سلام. لما نكون في سلام ده أخواننا حتى الأمراض الكثيرة الموجودة عندنا حتكون ما فيش. السلام هو الحاجة الوحيدة لأنه موجودة في وش الأرض. أكدت عضو المجلس السيادي الانتقالي عائشة السعيد أهمية تضافر الجهود لدرء الأوبئة التي نتجت بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا، مناشدة جميع المؤسسات السودانية المحلية ضرورة انتهاج مبادرات القوات المسلحة بمختلف مسمياتها لمصلحة وخدمة المواطن أينما وجد. جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم بساحة الحرية لاحتفال بتدشين القوافل الصحية التي نظمتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية، والتي تستهدف 4 ولايات بهدف مكافحة مرض الكوليرا بولايتي سنار والنيل الأزرق، ومرض حمى الضنك وتشيكونكونيا بولايتي كسلا والبحر الأحمر. وقال مدير الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع إن القافلة تشتمل على كمية من الأدوية وطلمبات للرش الضبابي والرذاذي وخزانات الصحة العامة ومواد لكلورة المياه ومعينات حركية تشمل 100 عربة صغيرة و20 عربة كبيرة و8 عربات إسعاف وفريق من الدائرة الطبية. السودان اليوم، نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة وفيها بعد الفاصل. ولاية الخرطوم تدشن مشروع مراقبة حركة المواصلات ومحطات الوقود.
أهلا بكم من جديد. ننتقل الآن إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية. دشنت ولاية الخرطوم أمس مشروع مراقبي النقل العام والبترول عبر مجموعة من المراقبين الذين يستخدمون المواتر وسيلة سريعة للحركة والمراقبة. وأكد والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدون أن هذا المشروع خضع لدراسات وفية، معلنا أن المشروع سيبدأ في مرحلة الأولى بالمواتر وستتم مضاعفة أعدادها، وستلحق به قريبا البطاقة الذكية لمراقبة محطات الوقود حتى الوصول إلى عملية الرقابة الكاملة للوقود والغاز والمواصلات. من جهته أوضح مدير إدارة النقل العام والبترول صلاح عبد الله أن مهمة المراقبين التأكد من انسياب المواد البترولية وانسياب حركة النقل والمواصلات ومراقبة الخطوط ومحاربة ظاهرة تجزئتها ومعالجة الزحام المروري في مداخل ومخارج المواصلات ومراجعة الوارد والمنصرف من المستودعات لمحطات الخدمة. طبعا المشروع بتاع الرغابة ده مشروع قديم وخضع لدراسات كثيرة، وهذه الدراسات تمخضت عن الاسطول اللي شايفينه قدامنا ده، اسطول المواتر، ونحن ان شاء الله بصدد انه نزيد الاسطول ونضاعف عدد المواتر عشان ما الرغابة تكون محكمة. المشروع هو متكامل، المشروع الرغابة بتاعت البترول والرغابة في الخطوط بتاعت المواصلات ده مشروع متكامل، ويصاحبه برضو إن شاء الله المشروع بتاع البطاقة الذكية، وإن شاء الله إحنا في القريب العاجل حنضاعف هذه المواتر وهذه المركبات، وبرضو المشروع بتاع البطاقة الذكية حيرى النور في القريب العاجل. رأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله بالوزارة الاجتماع الأول للمجلس القومي لتنمية الصادرات على مستوى اللجنة الفنية الذي ضم عددا من وكلاء الوزارات ورئيس اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية وعددا من الجهات ذات الصلة. وقد استعرض الاجتماع مهام واختصاصات المجلس بعد إعادة تشكيله من جديد، والخاصة برسم سياسات التصدير ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف الصادرات بجانب تقييم سياسات التجارة الخارجية والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يحقق تنمية الصادر، وكذلك تحديد معوقات تنمية الصادرات وتقديم الحلول اللازمة لها ودعم أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بتنمية الصادرات. وتناول المجتمعون تقديم مقترحات لسياسات الصادر نسبة لاقتراب نهاية الموسم الزراعي. وأمن المجلس على إزالة جميع المعوقات التي تعترض الصادرات بخفض تكلفة الصادر والعمل على زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية بجانب إزالة وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على الإنتاج والصادر وتفعيل دور الأجهزة والقوانين الرقابية في مجال التجارة. انتهت الأخبار الاقتصادية، ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة. قررت لجنة المنتخبات تجميع المنتخب الأول لكرة القدم في 5 نوفمبر المقبل والانخراط في معسكر مقفول في 10 أكتوبر وذلك لمواجهة ساوتومي يوم 13 من ذات الشهر على ملعب الهلال في أم درمان ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس لجنة المنتخبات حسن برجو مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب. كما ناقش الاجتماع الترتيبات لمواجهة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية لتصفيات أمم إفريقيا. كما أمن الاجتماع على الاكتفاء باستدعاء 3 لاعبين من السودانيين في الدوريات الخارجية للانضمام لمعسكر المنتخب. قال المدير الفني لفريق المريخ آية عبد الملك إن الخسارة أمام الوادي نيالا لا تعني نهاية المطاف، مقرا أن الدوري ما زال طويلا وأن فرصتهم في الحصول عليه قائمة. كان المريخ قد خسر أمام الوداد نيالا بهدف دون أمام الوادي نيالا بهدف دون مقابل في بطولة الدوري الممتاز في أولى اختباراته خارج ملعبه،
ورأية أن الفريق سيكون في حاجة إلى مزيد من الإعداد حتى يعود إلى سكة الانتصارات، وأقر بأن فريقه افتقد درهم الحظ أمام المرمى، مبينا أن اللاعبين قدموا مستويات متميزة رغم الخسارة. وقال آيت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنهم أهدروا عديدا من الفرص ولم يستغلوا الضغط والتفوق خلال المباراة، مؤكدا التعويض في المباريات المقبلة. ويتربع المريخ في المرتبة العاشرة برولية الدوري الممتاز برصيد 70 من النقاط. نهاية نشرة الأخبار التي يعود مذكرا بعناوينها. البرهان يؤكد من موسكو العمل مع روسيا لتطوير قدرات الجيش. الحكومة والجبهة الثورية تتفقان على تكوين لجان مشتركة لمتابعة إجراءات بناء الثقة قبل جولة التفاوض. قوات الدعم السرية تسير قوافل صحية لأربع ولايات لمكافحة الكوليرا وحمى الضنك والتشيكونكونيا. شكرا لكم على كرم المتابعة، دمتم بخير. حياة طيبة.